السلام عليكم، جيسبر كو زالي بيان. اليوم غنديرو نوفيل فيديو على لو سوجي لي خيرتو سو فيسبوك وانستغرام. سوجي لي البارح سي الازدواجية في اللغة، فوالا. و دونك راح نديرو فيديو عليه. بلا ما نبداو كثر في الانترو نبداو في السوجي. حكت لينا بلوس على الازدواجية في اللغة و كيفاش نعطو كيما نقولو دو كود للطفل. الاول انه نفهم الطفل عندما يبدا يكتسب اللغه تاعو ويتعلم، مفروض علينا اننا نلتزمو بلغه واحده هي اللغه الام، ماشي لغه الام معناتها لا لونغ دو لا مامون، نو اللغه الام هي لا لونغ ماتيرنال، بمعنى لغه تاع العائله، لغه يعني هذه هي المعنى تاعها، يعيطولو لو كود الاول، يعني الرمز الاول اللي يكون فيه المتحدثين حول الطفل اللي يتكلموا مع الطفل يستعملوه بطريقة يعني كما نقولوا مبسطة معروف لو ميتريز ماشي ايه لغة واحدة تاع الوسط تاع ويهدروها مليح يتكلموها مليح ويخلوا الطفل في كل راحته نهار يتعلم مليح اللغة ويستوعبها ويبدا حتى ينتجها. هنا نقول الطفل راه ينتج، بمعنى ينتج ماشي يقول كلمة زوج ثلاثة معناتها خلاص، لا خليه ينتج، خليه يعبر، خليه يدير جمل، تفهمي بلي راه متمكن من اللغة هذه. خليه يهضم راسه بلغوي. خليه يهضم راسه بلغوي كما قلنا في الفيديو اللي فاتت ويستعملها بكل كما يقولوا بساطة. هنا كي الطفل يستعمل اللغة بكل بساطة بعد ما فهمها وينتجها، كي تحملي اللغة تانية ما تنسيش ان باللغة الأولى اللي هي الوسيط، لو كان مكانش اللغة الأولى ما تقدريش ديري اللغة الثانية، لأنه لو كان تعملي اللغتين في وقت واحد راح يصير مشكلة عند الطفل، يتخلطوا بمعنى يتخلطوا ومن بعد يولي يتكلم إما بطريقة غير مفهومة وإما يقعد بحبس صراحة، لأنه يفهم اللغتين ولكن ما هي اللغة اللي لازم ولا المفروض نتكلم بها. من عامين الفوق يبدا الطفل ولكن يخليهم يفهموا وكل واحد هو يشوف المستوى تاع وليده، يعني الولد تاعو لو كان يلقى أن الطفل مازال ماهوش قادر، ماناش نهضرو على الفهم، الفهم رانا تكلمنا عليه وقلنا عليه مليح وما كاش إشكالية في الفهم لأنه الفهم يسبق الإنتاج. اللغة الثانية راح تكون كما يقولوا احنا متعلمة بطريقة احنا بطريقة صحيحة، علاش؟ لأن الطفل تمكن خلاص راهو تمكن وقدر يتكلم وقدر يعبر. كي تجي اللغة الثانية ما تقولوش بالك رانا متأخرين، ما نقولوش متأخرين، كل حاجة في وقتها، المهم ما تغاوليش دير له خلط. وثاني الطفل راهو نحب ولا نكرهو، كاين طفل قادر بلا ما تفيقي انه تعلم زوج لغات بطريقة سريعة، وكاين لا يحب يزولو كتر وقت ماشي مشكلة، العبرة فقط في الأخير انه يتحكم في اللغتين. كي نقول لغتين نقول اللهجتين، نقول حنا كي نقولو اللغة نهضرو على الشفوي، ماشي نهضروا على اللغه بالطريقه الكتابيه واللي عندها قواعد، نهضروا اللغه الشفويه، يتكلم الانسان على لهجه او على لغه، انا نتكلم على فقط الشفوي باش نكون متفاهمين. والطفل يحب طريقه يعني اللي تكون مليحه في تعليم اللغه، انه ما لازمش كيما نقولوا حنايا نهار نتكلموا هكذا ونهار نتكلموا هكا، نسيو في الاول كي بعد ما نكملوا اللغه تاعنا يعرف كيف يتكلم ميتو، نسيو نخلقوا مواقف باش نشوفوا كيف الطفل راه يتصرف. كيما كانوا يديروا بزاف كاين لي بروف يقول لك الاساتذه يقول لك خص الوقت كي يبداو يتعلموا ولادهم الاطفال الفرنسيه، يقول لك خص لهم وقت في اليوم، يعني لو كان ساعه ولا قال راح نديرو اليوم نتكلمو ساعة غير فرنسية. بالنسبة للطفل الصغير بيان سور ماعادش تقدر، ولكن سي خلقيلو
اوقات في اللعب ولا في يعني اوقات فيها يعني لغه ثانيه وشوفي كيف يتواصل معك باش تعرفي اسكو راكي في الطريق صح ولا لا. صح انا سمعت ديجا اولياء كانوا يبروبوزيو باللي كل واحد من الاب يهدر اللغه والام تهدر اللغه بصح من الاول كامل. وهاد لا بروبوزيسيون فريمون شدوا فيها يوتيوب من قبل الطفل ما ينزاد من بعد دوك الطفله في عمرها 3 سنين وداروا فيها راهم كامل ودوكا لقاو روحهم اللي لا لا لازم يهدروا نفس اللغه ودوكا كي راه في عمرها 3 سنين مش راهم يعلموها بون فور هو روسيا اللي يحبوا يعلمونها باسكو هذه هي لوريجين تاعهم فوالا مي فوالا كيما نقولوا مع الاول كانوا ماشي مرتبطه بشخص باش يقول لك اللغه ماشي شخص يعلمني لغه وشخص يعلمني لغه والطفل هما لا هما تقاسموها وكانوا كانوا متفقين وقال نديرها نديرها يعني ما كاش والام تاعها انسان اللي كتب اللي دير حاجه نديرها تاع ما كاش تحديات مي مع دراري ما تقدريش تقولي حاجه نديرها نديرها لا لا كي تشوفي في الطفل تعرفي واش راح ديري ما تقدريش ديري خطه وتبعي هذا علم يعني تعلم اللغات عباره عن علم ما نقدروش نتحداو حتى طبيعه الانسان الطفل راه يتعلم كما يقولوا حنايا خطوه بخطوه ستيب باي ستيب بمعنى اننا ما نقدروش ندخلو مرجعيه بمعنى انه حاجه تقابلها صوره تقابلها كلمه كي تدخلي زوج كلمات في صوره واحده راح يتخلط الطفل حتى نفهمهم ولكن الانتاج اللي راح يتاثر الانتاج وهنا هي السلبيات تاع الازدواجيه اللغويه اللي كيما عندها ايجابيات عندها سلبيات السلبيات تاعها تقدر تهدرنا عليهم شويه. هاد العائله واش صار لها كي جبتي المثال هاد العائله تواصلت طفله ولا 3 سنين واش صار لها؟ ايوا هاد الطفله كي عشتي هاد التجربه هاد الطفله كي تزادت بالك وبداو يهضروا معها الاولياء تاعها بالطريقه اللي حدوها لا لا بدلوا رايهم بصح علاش باسكو شافوا بلي هما مش داروا الحاجه المليحه اللي داروا كي هاد الطفله جات كيما نقولوا الخطط تاعهم كامل حطوهم وقالوا لا لا نشوف على حسب الطفله وين راهي تميل اكثر اش كما نطقت لهمش ديجا ولا ولا لا لا نطقت بصح هما كيف تراجعوا في الخطه تاعهم كاين سبه علاش تراجعوا السبه تاعهم خاطر شافوا الطفله وين راهي تميل اكثر هذا ما كان قصد هما تبعوا الطفل مش راهو يميل ميول هي وهي مالت لونجلي خاطرش يعيشوا في بلاد لغه الوسط هذه كما يقولوا هي دارت الانتقاء هي معناتها وهي طفله شاطره 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 زي انا خرجت بهذه النتيجه طفله ماشي اولياء هي وعندها حاجه جديده هي كان الانسان كما يقولوا راهو معرض يتعلم من الصغير ماشي من الكبير على هذيك وانا قاعده نقول ما تقدريش دير الخطه وتقولي نعلمو هذيك نعلمو هذيك لا لا دي فوا الطفل راح يميل لك لجهه واحده اخرى تلقى روحك انت تبعي وانت تادابت ليها ما تقدريش كامل تقولي فوالا عندي هاد الخطه لازم واحد انت نعلمو هذيك اثنين نعلمو هذيك نقولو لا انت كي تقولي علمو لو بيان سور هذا هذه مفروغ منها كي نواصلو الموضوع تاعنا على الازدواجيه اللغويه لازم نفهمو بلي الطفل قلنا يتعلم دابور اللغه الاولى اللغه الام اللي هي لغه الاسره او حتى المجتمع ومن بعد نجيبوا اللغه الثانيه حنا علاش نقولوا لغه ثانيه وبعد نزيدوا نحبوا نعلم ولادنا لغه ثالثه علاش بس نحن لا يعني حتى في الدين تاعنا موجوده يعني من يعني تعلم تمكن من لغه قوم سلم شرهم يعني امن شرهم في مفهوم الحديث النبوي هنا واش راح ننبهكم اللغات نحبوا ولا نكرهوا لازم يكون عندنا لغات والطفل اللي يستعمل اكثر من لغه دراسات من بينها انا حتى انا جبت يعني دراسه لقيت على الازدواجيه اللغويه وقارنت بين الاطفال العاصميين قارنت في سن 4 سنوات شفت كما يقولوا الفقرات تاعهم المدونه تاعهم نعيطوها مش من كومبليكيشن حاجه الكلام تاعهم
لقينا انه المزدوجين لغه ولكن المتزنين باش نفهموا معناتها يعرفوا يهضروا العربيه ويعرفوا يهضروا الفرنسيه بطريقه متوازنه. لقينا بلي اكثر قدرات اكثر كما نقول اكثر قدرات لغويا وذهنيا قيوا بلوس استعملوا الذكاء تاعهم في تطوير مهاراتهم اللغويه لانه استعملوا من كل لغه بعض الاشياء اللي انت ما تفيقيش بصح هو الانسان اللي عنده اكثر من لغه وتناقش مع الناس اللي عنده اكثر من لغه تعدد الثقافات تعدد المعلومات مصادر مختلفه كما نقولوا حنايا تخلق إذا كانت الزواجية لغوية سليمة متزنة لأننا راعينا طبيعة التعلم أنكر مراه كي الطفل ينتج نعمل أنتوزيام هذا هذه الإيجابيات يعني اللي منحة في الزواجية اللغوية بوغ لاج رماركيت قلتي عامين أنا نفضل لأن الطفل قلت مش نفضل هذا هو المفروض يجب يكون عنده رصيد لغوي وعنده ما نهضروش على الحالات الشاذة ما اذا طفل في عامين ما كانش واجد تقدروا ما كانش مشكل انا نزيدو نخلقوا مشكل المهم في هذه الحكايه هي انه الطفل يهدر بروميير كود لو بروميير كود من بعد هذيك ما اذا حبيت تعلم اذا حبيت تعلموه كود واحد اخر لازم تكون بطريقه سليمه هذا ما كان كما نقولوا على الفان لو بوت تاعنا الهدف تاعنا الطفل يلحق ويهدر لغات بطريقه سليمه هذا ما كان هذه هي الحاجه اللي تهمنا اكثر هذه اللي تهمنا والطفل كانت ما يتعرضش لمشاكل لغويه لانه هذه هي السلبيات تاع الازدواجيه اللغويه المبكره اللي ما تكونش بطريقه صحيحه وخليقه روحه ما يقدر يهدر نهادي ما يقدر يتكلم اللغة الأولى ولا اللغة الثانية زيادة على ذلك يقدر الطفل كارمو يختار السكوت يفهم لك يروح يجيب لك حاجة قولي له بوتي قولي له قرعة قولي له باطل المهم هو يفهمك ما كاش مشكل كي الإنتاج وهذا هو لب الموضوع ما يكونش ولا كان ما تفهميلوش ولا تفهميلوش اضطراب لغوي وقادر يصير حتى يعني حتى لكن واحد شويه يخرج من المشكل تاع الخرس حاب يقول قدر يتكلم ولكن ما حش يتخلص من اما اضطراب لغوي حاب يقول اللغه ليست منظمه لي باس كولتوري ولا ما كانش نوصلوا حتى الى اوقات يعني تأتأة لانه كاين فراغات لغويه ما قدرناش نملؤها هذا هو يعني بيان دونك هاد سوجي كلاس جيسبر كنهضرنا على كامل النقاط اللي حي يربوني لكم على التساؤل تاعكم وفادوكم هاد لي زانفورماسيون فوالا دونك دوكا نطرح لكم السوجي تاع لا فيديو بروشين نتوما تخيروا بيان سور sur Facebook ou Instagram comme d'habitude les écoles non voilà voilà donc انا حبيت ننتقل شويه للتمدرس يعني المشاكل المدرسيه بما اننا في العطله كاين بزاف ربما الامهات ولا يعني الوالدين ولا الاولياء لازم نطرحوا اسئله وعلاش ما تمنى وعلاش ما تمنى الطفل تاعي راهو ما يتحصلش على من الأول نهضر مع الأول من الأول علاش وليدي عنده مشاكل دراسية من سنة أولى ونروح ندير له حصص تدعيمية إذا هل الحصص التدعيمية في السنة في السنوات الأولى بمعناها في التحضيري ولا في السنة الأولى؟ اسكو سي سا أو سا؟ اسكو ما عرفتش كيف وي نطرحها معقوله اسكو معقوله وي تقدر دير للطفل في السنه الاولى حصص تدريبيه اسكو يتقبلها الدرس هما مسافرين حتى ولا غادي ندير لهم حصص تدريبيه يشكولي انا ما فهمتش يجي يطلبوا مني الامهات ندير حصص تدريبيه للطفل هذا هو البدايه حتى يقولوا يوجهوه لا انت تسحقي هكا ولا انت تسحق هكا لا انت تسحق هكا
مي بون معليش. السوجي الثاني السوجي الثاني لو كان يعني الانسان يقدر يتكلم نقدروا نتكلموا على حاجه بمناسبه افريل اللي بدانا تاع التوحد وي اللي بدانا هذه اليومات باسكو ما عرفوش متى حتكون هذه اليوم لهنا فوالا قريب ان شاء الله فوالا ان شاء الله نهار من نورمال هاد العشيه تكون فوالا شويه شطاره شويه بزاف شطاره ولا انت ما تكون مليحه جو دي سا جو دي ريان بيان سور فوالا دونك نقدروا نهضروا نقدروا نديروا فيديو على التوحد فوالا باسكو هاد الشهر شهر ابريل هو شهر تاع التوعيه على التوحد. كيف راح نهضر التوحد؟ انا حبيت ناخذ يعني كما نقولوا حنايا جنبي فقط في التوحد مثلا انا في رايي يعني في رايي لو كان نقدروا نهضروا على ذكاء الطفل الذي يعاني من اضطرابات التوحد مثلا هل هو ذكي؟ هل كامل الاذكياء؟ هل لا هي مسألة نسبية متغيرة؟ يعني إذا كنتوا متفقين معنا نسيو نتكلموا على هذه النقطة. بون كوراج للسوجي كامل بيزو تشابي بيزو تشابي التوحد راح نخصوا له هذا الشهر كامل. اليوم نهضروا على الذكاء، المرة المجيء للغة عنده، المرة المجيء المهارات الجسد، كل مرة واش راح نقدموا لنا؟ نختار هذه الفرصة باش نقول لهم باللي في انستغرام وفيسبوك اللي درتهم لكم قبيلة وراهم هنا وسي فوالا غادي ولاو راح نديرو كل يوم الكونساي ولا حاجة على التوحد ليسونسيال في هاد 30 يوم نقعدو واقفين فوالا راح حنا كيما نقولو نخصو هاد 30 يوم باش نديرو ان بوست معناتها اون فوتو ليسونسيال ان بوست سو انستغرام وفيسبوك على التوحد. نخلي لكم اكزامبل جوست هنا اي باش تعرفوا كيفاش راح نديروا ونتمنى تتبعونا في هاد لا روبريك ويشجعونا باش نعطوا المزيد فوالا خاطرش هي حاجه اللي فريمون حبينا نديروها ورانا فريمون فرحانين ما اسئله هذا هو العنوان الشهر اللي نقدروا نطرحوا فيه اي اسئله على التوحد بمعنى ماشي لا هو يعني ملاحظه اللي تقدروا تلقاوها في الكتبات ولا في انا ما نحبش نعاود الحاجات اللي ما نروحش نجبدوا ديفينيسيون ديالو نبداو فيها اسئله يعني من الواقع واحد عايش اشكاليه كما قلت بزاف بكل براءه تقول لي انا قلبي انا تيست معناتها ذكي مثلا دايما يجلوا لي دايما تشوفوا هذه مشكله كبيره سأريد أوتي بصح ذكي ما نقدرش أنا نجاوبو هكا بهذه الطريقة لازم نشوفو قدرات الطفل وشنو هي لا كاتيجوري تاعو معناتها بكل اللي هي نديرو دي سيونس دو لونغاج ولا ماهوش يقدر ماهوش يقدر مثلا ولا بدي راح نعملو باغ اكزومبل السباحة باش يخرج يعني كي شغل هو العلاج واحد يقول لي نديرلو العلاج بالطاقة هذا هو العلاج يعني به ولا واحد يقول لك لو ريجيم هذاك اليمونتيغ هو اللي يحل واحد نو يقول لك لا يا اخي هو اوتيست خلاص ما لما نديرو له والو خلاص شغل الي كونداني ا مور نو تاني لا لا اه افا والاسباب ما في الاسباب بزاف عندي مشاكل واحد يقول لي بالك راهو ولادي واحد يقول لي لا وقيل غد التلفزيون وي بزاف حاجات يا بوكوتشوز ما تنحصوش فيها هذا هو لو موا اللي نطرحو فيه كامل هاد الاسئله ونريبوندي لكم كامل عليهم صافي با تيغ كو اوني جوست باش نتفاهموا انا نطرحو وجهات نظر نطرحو على حسب الاكسبيرينس تاعنا في لو تيغان ورانا هنا باش نتناقشو باش نتعلمو من بعضنا ثانية هذه حاجة مهمة بزاف هذا هي الحاجة اللي دير الهدف تاعنا الهدف تاعنا والحاجة اللي دير لا ريشيس تاع لي ريزو سوسيو تاع يوتيوب دونك فوالا الانتراكتيفيتي هي اللي التفاعل وهذا التفاعل هو اللي بدل الرؤية في هاد في حياتنا فوالا دونك نقول لكم دوكا اوفر بالسلامة والمرة الجاية ان شاء الله باي باي.